إلا لما يبدأ تيار هجرة بين بلدين عمره ما يخلص، هو يعني بيتلاشى بعد يمكن عشرات السنين. زمان كان اللي بيروح طنطا يشتغل بيقولوا عليه سافر طنطا، وكان بيبعت لهم جوابات عن طريق البريد. لازم اعرف الاول انا عندي مين بره. اولا انا عندي كفاءات، يعني مش عاوز اركز على انه المصريين رجال اعمال. المصريين ممكن يكونوا مديري اعمال لكن مش رجال اعمال، يعني ما عندهمش فلوس يقدروا ييجوا يستثمروها بشكل كبير في مصر. بدات تقل الهجره للخليج لان فرص العمل هناك قلت، فبدا يحصل نوع من التحول ناحيه اوروبا. لكن مصر طول عمرها بلد مستقبله للمهاجرين مش مصدره، برغم ان احنا دلوقتي عندنا 4 أو 5 مليون بره. وفي الحقيقه يمكن من اللي انا حسيته، ويمكن ده موجود في الروايه، انه المصري عمره ما بيحب يسكن بره، ما بيحبش هو رايح عشان يجيب فلوس يعمل بيت ويرجع تاني ويتجوز ويقعد يعني تحت شجرة الجميز برضو على الترعة. ارتباط المصري بمصر ارتباط غير عادي. السياسة السكانية بتقول ان انا كان مفروض ان انا اوصل لمعدل الخصوبة الاحلالي، يعني انه كل 2 يخلفوا 2، وده ما حصلش ومش هيحصل في ظل الظروف اللي احنا عايشينها دلوقتي. هي ايه بقى؟ الظروف اللي احنا عايشينها دلوقتي انه المجتمع استقر على 3 أطفال. في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية اللي احنا عايشينها، المجتمع مش موافق على موضوع انه يخلف طفلين. الاقتصاد هو المحرك الرئيس للهجرة. كان المفروض نتعاون مع إيران، ده إيران وتركيا كمان، لأنه يعني الدول العربية زائد إيران وتركيا عملوا قوة حلوة جدا. فإحنا مش مفروض يعني إن إحنا نبص لتركيا إنها عدوتنا ولا إيران إنها عدوتنا. وعلى فكرة لو ما اتحدش، يعني إن لم يتحد يعني هذا الثالوث مصر وإيران وتركيا في المنطقة ويخططوا لسياسات هادية ونزيهة، مش هتستقيم المنطقة أبدا. لا يمكن تحيد الدور الإيراني أو الدور التركي في المنطقة، لازم تتعايش مع هذا الدور. إذا شايفوا أنه عنده مشكلة وبيفرض عليك حاجة، لازم أنت تبقى في موقع قوة أنك أنت تتفاوض معاه عشان تقلل الخطر ده أو تقلل الضرر. وإذا كان ممكن أنك أنت تجلب منفعة للمنطقة يبقى ياريت. يعني أوقف الهجرة غير الشرعية بأن أوروبا تعمل لي تنمية، ده مستحيل. شبكات الهجرة هي الأساس في الحراك البشري كله. يعني لو اتكلم عن مصر، مصر طول عمرها بلد لجوء بامتياز، من يعني حتى من ايام اللجوء الديني، من ايام لجوء السيد المسيح عليه السلام وبني اسرائيل. تمكين المرأة، احنا مجتمع سلفي، مش سلفي ديني بس، احنا سلفي اقتصادي وسلفي اجتماعي وكل السلفيات موجودة عندنا.